هسه مخليه بالجدر هذا، بعدين راح اخليه على النار واخليه ويا اللحم، راح ينسلق سوي اللحم. تتنقع من قبل يوم. والحبي، اي طبعا لازم يكون قبل يوم. راح يكون عندي الدين حر، راح يكون عندي الدارسين، راح يكون عندي 1 لتر من الحليب. طبعا هواي ما يعرفون شلون يضيفون الحليب، او هواي راح يباعون يقولون شنو حليب ويا الهريسه. الحليب ويا الهريسه راح يعطي لون، راح يعطي طعم غير شكل تكون للهريسه. زين، هي الهريسه بصوره عامه ايش قد تحتاج وقت يعني كلها؟ تقريبا ساعتين الى ساعتين ونص. اها. تكون. ما عدا التنقيع اللي هو يكون قبل. ايه من غير التنقيع اللي قبل يوم. راجعي لك حتى نرجع للفطائر، وبالتاكيد حاب انت ايضا تتعرف اليوم ايش راح نتناول بمشوارنا الصباحي. هسه راح ناخذ سبينار، راح ننشفه من المي، نضيفه وياه بهذا الشكل. هنا اوكي ايش رايك؟ سر هنا عندي هنا شويه من الفلفل الاسود والملح، بس راح اضيف الفلفل الاسود، راح اضيفه هنا، راح اضيف الملح. نرجع نقلب هذا الشكل. طبعا الجبن المبروش راح يكون يانا يعني كل ما نسوي قطعه نخلي فوقها الجبن يعني بالحشوه. اوكي يعني ما نخليه هواي على النار حتى ما يجف عندنا يكون جاف. نجي هنا هسه حضيفه بالكاسه، حضيفه بالكاسه بهذا الشكل. شوي حمصنا يعني نشفنا المي اللي موجود. هذا الشكل. هناك. هسه نرجع هنا. نشوف العجينة مالتنا. ناخذ. هاي راح تكون العجينة بهذا الشكل. تكون خفيفة. ناخذ الزبد. هنا راح يكون عندنا الفرشة موجودة ويانا. يعني. ندهنها بهذا الشكل. مثل ما نشوف. طبعا راح نتحكم بالثخن مالتها، ممكن طبقتين او طبقه واحده. هذا الشكل. ناخذ القطعه الثانيه. انا مخليها هنا مغطيه حتى ما تكون ما تيبس عندنا، لان الورق البقلاوه معروف عليه بسرعه يبس. ناخذ هاي الطبقه الثانيه خليها فوقها بهذا الشكل. تبي نشوف وبالزبده. طبعا شغل البقلاوه يكون نفس الشيء. هذا الشكل الاطراف شويه. هسه احنا ناخذ من الحشوة اللي سويناها.
راح اضيفه بهذا الشكل. هاي الحشوه ممكن نخلي قطع صدر الدجاج، نقدر نخلي شاورما لحم او شاورما دجاج مكان الافطار اللي ما يحبه، او شرائح الجزر اي نوع. طبعا حتى شرائح الطماطم تشتغل بها. هسه حخلي الجبن، خليت الجبن فوقها بهذا الشكل. اوكي شوف، هسه نجي هنا شو راح نطبقها، نجي نشوف ممكن هنا شويه بخلص. نجي هنا بهذا الشكل راح نطبق هذا الطرف. طبعا مع هاي المسافه اللي مخليها احنا صدق راح نخلي الطرف هذا بهذا الشكل. طبعا راح يكون عندي الزبد. نجي هنا الطرف الثاني بهذا الشكل. شوف شلون يكون شكلها هنا. اوكي ان شاء الله الثانيه اللي هي راح نموت الحافه شلون حتى ما تنفتح عندنا. راح ناخذ البيض، هذا البيض راح يكون عندي البيض، ونخلي بهذا الشكل. راح نطبقها بهذا الشكل. اوكي بالزبده. بالزبده. نرجع بهذا الشكل. مثل ما نشوف. هسه هذا راح يكون عندي بهذا الشكل. طبعا هاي ممكن نشتغلها بالطاوه، ممكن يعني نحمصها بالطاوه على الجهتين، او ممكن نشوي. ايش راح اسوي اليوم؟ راح اشويها. راح يكون عندي تكون الصينيه الشوي، راح اخلي بهذا الشكل، اصفطها بهذا الشكل. اوكي وراها راح اخليها بالفرن. راح نرجع نسوي القطعه الثانيه، نرجع نشتغل. نجي نشتغل القطعة الثانية. هسه نجي ناخذ الزبد بهذا الشكل. مثل ما نشوف. نجي نخلي هاي بهذا الشكل. ناخذ الزبد. يعني اسويها طبقتين تكون عندي. ممكن اسويها ثلاثة وأربعة حسب. اكو عجينه تكون عجينه الثانيه، عجينه البازل لاما تكون عجينه كبيره، نقدر نفتحها وهم نخلي بها حشوه كبيره ونطبقها. هسه هنا حلو، هذا راح يكون عندي بهذا الشكل. هنا حلو، ناخذ الحشوه. بهذا الشكل راح نخلي الجبن. هنا حلو، هسه احنا ناخذ الطرف هذا نخليه بهذا الشكل. هذا الطرف الثاني نقفله بهذا الشكل. قلنا البيض شوية من البيض. هنا حلو،
صار عندي هذا الشكل، ونرجع نخليها ويا اختها. هسه احنا نبقى احنا راح نبقى احنا نكمل بهذا الشكل مثل ما شفتوا شلون طبقناه وشلون خلينا الزبد، بعدين راح نخليها بالفرن حتى نشويها. نرجع احنا راح نكمل، شو تقول يا عمر يا سجاح؟ نكمل واحنا ايضا نكمل، شو تقول؟ اوكي هاي اذا يعني نصر زحم عليك. حلو، اذا مشاهدينا ومتابعينا خلينا نشوف. نعم مشاهدينا رجعنا وياكم، اكيد هذه كانت الفقرة الأخيرة من برنامج يوم جديد مع شيف عباس، فقرة المطبخ، حتى نوصل إلى الغداء، وأكيد راح يعرفكم إنه العباس شنو هي المقادير اليوم اللي مسويها الطبخة. اليوم الهريسة. الهريسة. المقادير أكيد راح نخليها وين؟ على الشاشة. طبعاً راح تكون على الشاشة. نعم. والهريسة نشوف شنو أمورها، ترتيب شلون نسق اللحم وياها وشلون ناخذ المقادير. نشوفها على مود نكمل، وأكيد الشاشة اللي هي موجودة الهريسة. أوكي. راح يكون عندي الحبيه اللي هي 1 كيلو، راح يكون عندي لحم عجل نصف الكيلو، راح يكون عندي حليب السائل 1 لتر، دين حر ربع الكيلو، راح يكون عندي الدارسين، هذا راح يكون. نعم واكيد المكونات راح انه الارقام حتكون طبعا راح تكون على الشاشه، اللي حاب يتصل ويشارك ويعرف شلون طريقه الهريسه واي اكله انتم حابينها. اني اتركك تكمل الطبخه وارجع لك على نهايه الحلقه. اوكي الله وياك، شكرا. هسه مثل ما شفنا مشاهدينا الكرام وصلنا الى فقره الغداء، راح تكون اليوم طبعا اليوم راح نشتغل الهريسه ونشوف شو تفاصيل الهريسه. طبعا نجي نحكي على الهريسه هنا، انا خالها بيجي ترطب عنها هسه يعني قريبه على الاستواء، يعني يكون عندي جاهزه. فاحنا هسه مسوين جذر صغير، يعني مو يكون جذر كبير ونجيب المدراخ وهاي. فاليوم اليوم عندنا راح نشتغلها يكون بالخلاط الكهرباء، يعني هو المكسر اللي هو هذا موجود. اوكي يكون احنا اذا عندنا جدر صغير بالبيت نشتغله. طبعا خال هنا تقريبا 1 كيلو من الحبيه، نجيب الحبيه نغسلها غسله حلوه، ننقحها بالليل الى ثاني يوم. طبعا من ننقحها راح اذب القشر مالتها اللي فوق، نرجع نغسلها غسله حلوه ثانيه ونخلي لها مي ونخليها على النار. طبعا بنخليها على النار، راح نخلي وياها اللحم، لحم العجل. اليوم اني مختار لحم العجل راح يكون وياها. طبعا هواي ممكن انا اختار لحم العجل واضيف وياها بعد شويه من اللحم الغنم، او اضيف شويه وياها من الليه، او الليه بالاخير اقطعها ناعمه وراح احرقها بالنار، احمصها بالطاوه واضيفها فوق الهريسه ورا ما تجهز عندي. هنا اليوم اختار انا الحليب، راح يكون عندي 1 لتر من الحليب راح اضيفه وياه، راح يعطيها طعم، راح يعطيها لون، راح يعطيها غير شكل تكون الهريسه مالتنا. هسه نجي هنا نقلبها، طبعا ورا ما اخليها، طبعا صار تقريبا ساعتين او فوق الساعتين على النار مخليها، وكثرت لها المي حتى ما اكملها مي، وبدت تشد عندي تكون بيها ثخن. فهسه حاليا هي ما مهروسه فد مره، الهرس مالتها راح يكون عندي بالخلاط، راح استعمل الخلاط وراح اهرسها هي واللحم اللي موجود عندنا. هسه مثل ما نشوف نخلطه بهذا الشكل، دائما نحركها، طبعا الهريسه ما تنترك خاصه اذا توصل هيك مرحله، لازم دائما نقلبها ونقلبها من جوا حتى ما تلكع عندنا. مثل ما نشوف هذا الشكل. هسه نرجع هنا، هسه راح اضيف الحليب، الحليب راح يكون عندي موجود هنا، بخليه على نار هادئه يكون شويه دافي، يكون شويه دافي، راح اضيفه ويا الهريسه اللي موجوده عد، يكون 1 لتر من الحليب، ضفته بهذا الشكل. اوكي خلينا 1 لتر من الحليب، اي حليب يكون موجود نقدر نخليه، بس ممكن يكون هو السائل. هنا حلو. ونحرك بهذا الشكل. هنا حلو. هنا ايش عندي؟ مخلي دهن الحر، مخليه على نار هادئ. دهن الحر.
نخليه على نار هادئة تكون بالطاوة ضايفة، حتى راح أضيفه وياها ورا ما تجهز عندي وصبها، راح أخلي فوقها رشة من دهن الحر. طبعا الهريسة اشتغلناها، ممكن احنا بعد كم يوم راح نشتغل تمن القيمة، قيمة هم نشتغلها ونشوف شنو تفاصيلها. هسه بهذا الشكل. طبعا القيمة دائما اذا نشتغلها احنا نسلقها اللحم والحمص سوية، نسلق وراها راح نهرس اللحم والحمص سوية ندوسها، بعدين نسوي جدر ثاني يكون القيمة، نسولف على القيمة. جدر ثاني راح نقطع به البصل، بصل راح نخليه ونخلي وياه النوم بصل، نحمصه على النار اوكي، ونخلي المعجون ده كله تحميص المعجون والبصل والنوم بصل نضيف وياه، وبهارات القيمه راح نضيفها كلها نحمصها بجدر. نرجع ناخذ من اللحم والحمص اللي موجود ونضيفه فوق اللي معجون اللي حمصناه. هسه يعني معروف عليه الهريسه ما تنترك قبل، بس تنترك شويه تلزم شعب من جوا، لان الحبيه هاي دائما تنزل جوا تكون ما تطوف لفوق، تكون هي ثقيله طبعا. هذا الشكل نحرك هسه. مثل ما نشوف شلون شكلها تغير، نجي هنا ناخذ، نجي هنا انا ومخلص نشوف الشكل مالتها شلون يكون. شلون لونها صار؟ هذا راح يكون عندي بهذا الشكل. طبعا هي لحم العجل اللي ضفناه. السر هنا حلو مثل ما نشوف. وهاي الايام ان شاء الله راح نشتغل بيها، راح نشتغل الزرده، راح نشتغل هواي من الانواع اللي هي موجوده دائما تتكرر بهذا الشهر اللي هي تتوزع، نشتغلها الزرده وغير الزرده. نشتغل طبعا المحلبي بالرز الابيض، حلاوه التمن بهذا الشكل. نقلب مثل ما نشوف. هسه نرجع هنا ورا ما اشتغلناها بهذا الشكل، راح نشغل الخلاط، الخلاط الكهربائي اوكي. ناخذ الخلاط الكهربائي مثل ما نشوف. هذا حيكون عندي الخلاط الكهربائي. اليوم القبعة مالتي هنا خالها وهاي ترتيب هذا الشكل. هسه نرجع هنا مثل ما نشوف. هاي راح تكون المقادير على الشاشة اللي تكون للهريسة، هيكون عندي هنا الهريسة على الشاشة اللي هي الحبية 1 كيلو، راح يكون عندي لحم العجل نصف الكيلو، راح يكون موجود عندي الحليب السائل والدهن الحر ربع الكيلو، راح يكون عندي الدارسين. هذا الدارسين بالأخير راح نضيفه احنا للهريسة اللي موجودة عندنا. ناخذ أم صادق من ديالة. أم صادق يا أم صادق. الو الو، شلونك كيف عباس؟ شلونك شو اخبارك؟ الو مرحبا، شلونكم؟ الحمد لله، انت زينه؟ والله الحمد لله، شلونك لا الطيبه؟ الله يحفظك، انت الطيبه، انت الطيبه. والله اريد مقادير الكليتشه. الكليتشه؟ اي ما اسويها مقادير مثل ما انطيتها انت، شو ما تصير، تصير عندي تصير يابسه، تصير ملحه. تصير يابسه يعني؟ ها قصدك تصير سمره وتصير يابسه؟ اي والله. مو طبعا اي ما ادري ليش.
اذا تستعملين الزبد استعمل الزبد او الدهن. ايه هم الزبد استعمله. اي الزبد او الدهن. اوكي ممكن إيه؟ هذا الدهن القوطيه اللي هي الدهن الموجود المعروف جنة عليه نقدر ناخذ نستعمله. اوكي؟ اوكي. اوكي ونار هادئه تكون لل وضيفي القشطه مثل ما قلنا نضيف القشطه لازم بالاخير. انا اسويها 4 كيلوات يعني. 4 كيلوات يعني تقريبا نص قوطيه من اللي ذكرته اللي هو دهن الجن نقدر نضيفه وياه. هم احط يعني كل كيلو خليت له 2 زبد زبد وهم تطلع عندي يابسه تطلع عندي لونها هيك مو ابيض. يعني مو اشغل يعني ممكن انت عندك مشكله بالعجن مالتها او شنو؟ والله بعد ما ادري وان شاء الله راح اشتغلها يعني. راح اشتغلها هنا ان شاء الله ونشوف شنو طريقتها. الله كريم. اوكي شكرا لك. شكرا. ناخذ ام مؤمل. ام مؤمل. الو الو يا ام مؤمل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو اخبارك؟ اخبارك شيخ عباس؟ الحمد لله. انت زينه؟ عاشتيدك على الطبخ هذا كل الجاي يستفاد منك. ويدك الله يخليك. شفت اليوم طريقة الهريسة شفتيها اليوم شلون؟ والله متابعتك الجاي استفاد اتعلم كنت اتمنى نشوف الشلون الحمد لله شكرا طلعتها اليوم. طبعا شغلها سهل الهريسة وبيها مكونات حلوة يكون هو سوية اللحم والعجل ولا هواية انا شفت هواية شفت يسرقون لحم واحد القطار موجود الحبية ايش بيها؟ موجودة عند الأطار؟ موجودة أي مكان راح تلقين الحبية خاصة هسه بهاي الأيام راح تلقيها بالسوق متوفرة هواية. زين بلا زحمة أنت تسألي الكفتة لكن الكهرباء عنده بس طريقتها يعني شلون سويتي؟ الكفتة هسه أشوف مقاديرها ممكن موجودة ونشوفها على الشاشة شو تقولين؟ شكرا جزيلا. شكرا لك. استفادة على الطبخ هذا. شكرا لك. استفادة لك. شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا لك. شكرا. هسه نجي نحرك ناخذ مريم. مريم من الانبار. مريم الو. الو صباح الخير. صباح النور. شلونك مريم؟ الحمد لله. زينه؟ الله يسلمك. الله يخليك. ايش طابخه اليوم مريم انت؟ طابخه شيء؟ طابخه شيء اليوم؟ بانيه على اللحم. اليوم بانيه وعلى اللحم؟ ها بالعشاء ايش راح تسوين بالعشاء؟ ها؟ بالعشاء ايش راح تسوين؟ من العشاء مكرين. اه يعني ما مفكره تسوين شيء؟ والله ما ادري. يعني ما تسوي لهم بالعشاء اليوم صاج؟ ما تلفين صاج؟ ها؟ صاج تسوي لهم صاج اليوم بالعشاء؟ بس ما اسوي مثلك. صاج صدر دجاج قطعيه وشوحيه ويا الزبد شويه ويا فلفل اخضر وبصل. وخبز راح يكون خبز الصاج نجيبه كيس كامل من الاسواق ونلفه شو تقولين؟ ونخليه بصينيه ونخليه شوي بالفرن ها مو احسن؟ ايوه حبيت اسلم عليك وعلى سعدك. الله يخليك. يسلمون عليك الكادر كله. شكرا نورتينا. ناخذ مريم من بغداد. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مريم. شلونك عينك يتعبر؟ شلونك انت اخبارك؟ الله يسلمك. الله يخليك. الله يحفظك. عمري والله حبيت اسلم عليكم. وعليكم السلام. الكادر كله يسلم عليك. ويقول ايش طابخه اليوم؟ ايش طابخه؟ اسمعكم على الفيس والله العظيم. الله يخليك. وهالايام ما عندنا شبكه فبقيت دائما من يطلع برنامجكم قبل ادير على رشيد اقول خل اشوف لان ما عندي شبكه. اه ان شاء الله. والله زين ايش طابخه اليوم؟ ايش طابخه؟ والله انا زوجي مو هنا فمقضيتها اندومي ودبسي ومدري شنو. اندومي وبسكت وبيبسي ها؟ اي والله. يعني ليش ما تطبخين؟ ليش ما تطبخين؟ ما انا واحد يعني بالبيت فما اشتي بس انا وابني وابني مقضي همامه. اه ان شاء الله خير ان شاء الله. عيوني نورتينا نورتينا. شكرا لك. وناخذ ام يحيى. السلام عليكم. البصره ام يحيى. وعليكم السلام. سلام. يا ام يحيى. شلونك كيف حالك؟ شلونك انت اخبارك؟ الله يسلمك الحمد لله عظم الله اجركم. الله يخليك. الله يحفظك. منا ومن أيوة. عندي صلصه كيف؟ صلصه شنو الصلصه؟ الصلصه هاي اللي يسوونها بالمناسبات. صلصه يعني يسوونها بالمناسبات يعني بتيتو باذنجان وزيتون. شلون؟ بتيتو وباذنجان بتيتو وزيتون وطرشي. بتيتو وباذنجان؟ اي يسوونها بالعراس يعني صلصه عندنا بالبصره.
بوتيتا وباذنجان يعني يسووها مكعبات لو شنو؟ هي مكعبات صغار. يعني خلينا نقول شلون الفتل؟ الفتل الفتل الفته شلون؟ ها؟ مثل الفته يعني؟ مثل الترشي مثل الترشي؟ ايه بس يعني ناعم يسوونه ويا طرشي ناعم ويا زيتون وبازاليا. ها 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 يعني شلون السلطه؟ شلون تكون السلطه؟ لا هي صلصه يسوونها ايه؟ يعني وايد تمم ريتها المحرم تطبخها. اوكي 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 ايه. وصلت الفكره. اوكي باكر ممكن راح اسوي فشي طبق صغير من عندها. اوكي شو تقولين تسمعيني؟ باكر راح اسوي شكرا باكر راح اسوي طبق صغير من عندها راح اسوي ان شاء الله ونشوف شنو الطريق. اوكي اوكي شكرا لك. طبعا وهاي الكفته راح تكون على الشاشه اللي طلبوها من عندي. اوكي راح تكون عندي هنا الكفته اللحم لحم مفروم 1 كيلو راح عندي الفلفل اخضر مفروم راح يكون عندي الطماطم مفرومه راح يكون عندي بهارات البرياني كمون فلفل اسود والملح. طبعا هاي الكفته ممكن نسوي صلصه الراشي اللي هي دبس رمان والراشي وشويه من اللبن رشه من الفلفل الاسود وعصره من الليمون. وهسه نجي هنا راح نشغل الخلاط على الهريسه. اوكي ونحرك بهذا الشكل. مثل ما نشوف حركها. طبعا الهريسه جهزت عدو بقت عندنا بس الدرخ مالتها. شغلنا الخلاط عليها بهذا الشكل. طبعا الوقت مالتها اللي هو ناخذ نخلط به تقريبا راح يكون عندنا احنا راح نشوف قدامنا شلون راح نخلطها. نريد نموت الحبه اللي موجوده تقريبا يكون 6 دقائق 7. نشغله بهذا الشكل ونحرك مثل ما نشوف. طبعا والوقت اللي هي على النار بي تقريبا يكون 3 ساعات أو ساعتين وشويه يعني 2.5 ساعات تكون. طبعا ومستمرين نحرك بيها ما نتركها ابد. بهذا الشكل. نمرد الحب اللي موجود عندنا. طبعا واللحم صار عندنا خيوط. وعليكم السلام. هلا بسجاد. شو سجاد دائما تجي على حاضر. انا اجيت حاولت اعلمها الهريسه اليوم وما قدرت. وين وصلت؟ وصلت للدرخ مالتها طبعا. بدأت تجهز عدي. نعم. هذا الشكل. حفظت المقادير؟ مو بعدين تخابريني تقولي لي ايش خليت وايش خليت. يعني هسه انا اللي راح اخابرك واقول لك ايش خليت مو؟ اه اي لا اي ما بس ما راح اعطيك المقادير. تمام لازم تحفظيها. هسه صارت عندي جاهزه بهذا الشكل. اوكي مثل ما شفنا انهرست عندنا بالخلاط. اللحم انهرس طبعا اكيد. الهريسه هي كلها اصلا يعني صارت ايه يعني احنا دائما مهروسه اكثر. قلنا الجذر الكبير احنا نقدر نهرس بيه بالمدرافه. اي بهذا الحسب طبقين راح يكون عندي. نصبها بهذا الشكل. اوكي عندي هنا دهن حر راح يكون عندي الدارسين والسكر راح اضيف وياها بهذا الشكل. عاشت ايدك. جيب خليني اساعدك واعطيك الطبق الثاني. ايه؟ تفضل. شكرا شكرا يا سجا. عفوا عفوا. حتى لا تقول انه انت ما ساعدتي. لا اليوم متغير اليوم. اي والله ساعديني. وها يومي شوي لانه تعبانه فقررت انه شنو انه اني انا احب الهريسه. اي باي شلون
يلا بما انه احنا يعني باجواء محرم هذا الشهر المبارك، يعني اجواء الهريسه واجواء الزرده ايضا. اي والله ان شاء الله. لا شنو تخليها انت بكيفك، غراني على ذوقي هسه. اوكي عشان اريد اخلي السكر يا سجا، يعني رش فوق السكر والدارسين. ممكن انت تسوينا يعني تسوي فد رسمه بالدارسين؟ حاضر. اوكي زودها احنا مدارسين، ممكن نرسب. شوف التحشيشه مال سجا هاي انت معلم اياها. اوكي انا اقدر اختم واقدر اقول انه احنا وصلنا لختام حلقتنا. ان شاء الله نال اعجابكم ورضاكم. وباكر شنو يا عباس راح اسوي لنا طبخه؟ باكر نشوف شنو ممكن نغشش اذا ممكن من هسه. لا تقول لي باكر. ممكن الصلصه طلبوا من عندي، ممكن اسوي الزرده. الزرده ممكن هم اشتغلها. زين شنو هي الصلصه اللي طلبتها من عندي؟ اللي هي عباره عن البوتيتا والطرشي. هذه دايت؟ يكون بيها والزيتون. ها؟ دايت هذه؟ تقريبا. هسه خلي الدارسين شنو يقول الناس؟ حاضر. ما تطلع مجال ما. هلا خلي الدارسين. لا بالايد بالايد. يلا تفضل خبصني. نعم مشاهدينا اكيد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، ان شاء الله نالت اعجابكم ورضاكم. اليوم سوينا هاي الطبخه، المقادير كانت مثل ما قايل لكم بها عباس، خلينا لكم اياها ايضا اسفل الموجوده بالشاشه. خلينا هنا نختم ان ياكلوا هنا برايك. يلا براحتك. هنا؟ يلا هنا. عشت ايدك؟ ويدش. باشور من الساعه 9 الى الساعه 12 من برنامج يوم جديد، فقرات متنوعه، تقاريرنا. اتمنى لكم يوم موفق، واتمنى لكم اكيد نهار سعيد، ونقول لهم شنو؟ باي باي. في امان.